في هذه السنة توفي الفيلسوف ابن الطيب السرخسي، فيلسوف غزير العلم بالتاريخ والسياسة والأدب والفنون. ولد في مدينة السرخس من نواحي خراسان، وقرأ على يد الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي. اتصل بالخلفاء العباسيين فعلم الخليفة المعتضد بالله، ثم تولى الحسبة ببغداد في أيامه ونادمه وخص به، فكان المعتضد يفضي إليه بأسراره ويستشيره في أمور مملكته، ثم اتهمه بالزندقة وقتله. له تصانيف منها كتاب السياسة، المدخل إلى صناعة النجوم، كتاب الموسيقى الكبير، الموسيقى الصغير، المسالك والممالك، الجبر والمقابلة، وكتاب الشطرنج وغيرها الكثير.